خلال هذا الفيديو رح نحكي عن موضوع كتير مهم في البرمجة، رح نحسن أو فينا نقول نحط الأساس المنيح لفهمك للوجيك الخاص بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج. الأوبجكت أورينتد بروجرامينج أو اللي بنرمز لها OOP هي لب البرمجة، وفهمها وإدراكها بيتمثل أو بيخليك في مرحلة ديبر أكتر مع موضوع البرمجة. طبعا الأوبجكت أورينتد بروجرامينج مش موجود بس في فينا نقول في نوع معين من البرمجة، ولكن هو أوريدي موجود في كل لغات البرمجة لكل الأهداف المختلفة. موجود مثلا في الجافا، موجود في البي اتش بي، موجود في بايثون، موجود كمان في السي بلس، موجودة طبعا الأهداف هنشوفها هلأ لما نبلش نشرح بالمنطق الخاص بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج. هلأ أكيد كلنا متفقين على وجود السترينج والفلوت والإنتجر كنوع من أنواع البيانات الموجودة أوريدي وإحنا بنتعامل فيها مع البيانات أو بنتعامل فيها أثناء تجهيز الكود أو كتابة الكود. هلأ كمنطقيا إحنا بناخد إنه هاي الأمور أو هاي النوع من البيانات هي أوبجكتس، تمام؟ لو كان في عندي مثلا سترينجز، تمام، بنقول عنه object، ولكن بيكون مضيوف له حاجة اسمها manipulation operation. بالتالي لما تكون في عندي بيانات وهاي البيانات موجود معها عمليات معالجة بقدر أسميها object. هلأ في الوضع الطبيعي احنا في حياتنا بنسمي مثلا الخزانة object، بنسمي مثلا السيارة object، تمام. هلأ هاي الobject إلها خصائص، ونفس الشيء عندنا في البرمجة. لما بدي أطلق أوبجكت على حاجة معينة أو على فينا نقول نوع من أنواع الداتا المعينة بدها تكون هاي الأوبجكت لها خصائص. لكن خلينا أول شيء نعرف فينا نقول التوزيع أو الشكل الهيكلي لهذا البيانات أو لهذا فينا نقول اللوجيك الخاص بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج. هلأ أول شيء هو عندنا الكلاس. الكلاس هو جزء من الأوبجكت أورينتد بروجرامينج أو فينا نقول هو لب الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. في الكلاس هذا بنعرف كل الرولز، كل القوانين، كل الأشياء الأساسية لانبثاق الأوبجكت منها. بالتالي بيكون الأوبجكت مبني على أساس الرولز الموجودة في الكلاس، بياخد مجموعة من الأتريبيوتس الخاصة فيه زي الكلر، السايز، التايب، تمام؟ ممكن نطبق على هذا الأوبجكت مجموعة من الميثودز turn left turn right وإلى آخره. لو أخذنا مثلا مثال بسيط اللي هو مثلا نقول الكار ميكر، الشخص اللي بيبني الكار هو عبارة عن الكار ميكر، تمام. هو عبارة عن كلاس اللي موجود عنده القوانين اللي بتخص هذه الكار، فبروح هو بيعرفها مثلا في مجموعة من الرولز، تمام. بعد كده بروح بجهز الكار. الكار هاي هي الأوبجكت اللي تم تجهيزها. الكار هاي لها مجموعة من الاتريبيوتس الخصائص اللي بتخص فيها، مثلا لون السيارة، حجم السيارة، نوع السيارة، تمام. هلا الميثود شو الاشياء اللي انا ممكن اطبقها على هاي السيارة؟ السيارة هاي ممكن تتحرك يمين، ممكن تتحرك شمال، ممكن تمشي بسرعة كذا والى اخره. هذه هي فينا نقول لب الاشياء اللي بتحكي فيها الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. طبعا داخل الأوبجكت أورينتد بروجرامينج لاحظتوا إنه في عنا فانكشن حكينا فيها، وفي عنا ميثود كنا كتير بنحكي فيها. ضروري هلقيت نوضح شو الفرق بين الاثنين. أول فرق، الفانكشن ممكن يمتلك العديد من البراميترز، ممكن أضيف له بارامتر واحد، ممكن من غير بارامتر وإلى آخره. أما الميثود تحتوي على one بارامتر، هي أوبجكت لها بارامتر خاص بيها واحد بس. الفانكشن خاص في نفسه، يعني بتطبق داخل نفسه، يعني ما بتطبق بعيد. لكن الميثود بتطبق في داخل الكلاس، يعني كل اوبجكت بيتم انشاؤه من هذا الكلاس بيتطبق عليه. الفانكشن بيتم تعريفها كالتالي، فانكشن بس وبنستدعيها مع البارانتيسز الخاصة بها. الاوبجكت او الميثود لابد ان انا اذكر اسم الاوبجكت دوت اسم الميثود بعد كده البارانتيسز. بشكل عام الفصل او الاختلاف ما بين الاوبجكت او سوري بين الميثود والفانكشن. هلا في داخل البايثون في موضوع بيجي كتير مهم اللي هو الموديولز والباكيجز. ضروري جدا نفهم شو هو الفرق بين الموديولز والباكيجز. الموديولز هي مجموعه من الكلاسز ووجود كمان فانكشن فيها. احنا عرفنا الفانكشن، عرفنا الكلاس. هلا لما يكون في عندي مجموعه من الكلاسز موجوده مع بعض في داخل او في سيم فرينج واحد، في سيم واحد، ممكن انا احطهم في موديول، تمام. هلا لو كثرت عندي الموديولز، صار عندي موديول واحد، موديول اثنين، موديول ثلاثة، وربطتهم مع بعض، بربطهم من خلال حاجة اسمها باكيجز.
بالتالي المديول هي مجموعة classes مع function، الباكيجز هي مجموعة modules. كتير بنشوف مبرمجين بيطلقوا اسم باكيجز او باكيج على library، وهذا شيء احنا بنحاول نتجنبه نوعا ما، في اختلاف ما بدنا نغوص فيه، ولكن الباكيج هي باكيج محتوى مجموعة من المديول، واللايبراري هي library، هي مكتبة بتحتوي على مجموعة من الفانكشنز والميثودز. هلا في داخل بايثون في مجموعة من اللايبراري نسميها ستاندرد لايبراري، بمعنى انها مجرد ما انت تعمل انستول للبايثون بتنزل هاي اللايبراريز معها، مش محتاج انت تعرفها. تمام، من هون بيجي الاختلاف بين الباكج وبين اللايبراري. الباكج انت ممكن تعرفه بنفسك نتيجة تعريفك لمجموعة من الكلاسز اللي تعرفت اصلا عرفت عليهم موديولز، ولكن اللايبراري هي فينا نقول عنها هي الستاندرد اللي اجت مع نسخة بايثون. مثلا زي مثلا نمبي، نمبي هو عبارة عن لايبراري اوريدي موجودة في بايثون، مجرد ما انت تحملها بتحمل معها، وهي طبعا تستخدم كتير في الداتا ساينس وداتا اناليسس، لانها بتخليك تتمكن تتعامل مع الماتريكس بطريقة رقمية. هلا مو مهم انه انت تحمل كل اللايبراريز الموجودة، لهيك في ستاندرد بنسميها الستاندرد، انه انت بتحمل بس المهمة المقياسية اللي انت بتحتاجها اوريدي بشكل عام، لكن انت ما بتحتاج تحمل كل اللايبراريز الا في وقت انت بتحتاجها. يعني مثلا داتا ساينس ممكن تقريبا بيحتاج 24 بس، يعني تقريبا لعملية الشغل تبعه. تمام، بالتالي ما رح تحتاج انت نفس اللايبراري اللي بيطلبها مثلا اللي بيستخدم او بيشتغل مع الويب او بيشتغل مع الالعاب او بيشتغل في ديسكتوب. بالتالي كل مجال في له لايبراري خاصة فيه بتشتغل فيها، ومن هون بنقدر نحكي انه الستاندر بتطلع لحالها او بتنزل لوحدة، وبعد كده بتصير انت تنزل اللايبراري اللي بتحتاجها اوريدي في الشغل الخاص بيك.